هنرجع تاني، احنا لسه معانا ابطال كبير قوي. والحقيقه انا بشكر بجد، وانا واقف بقى المره دي بشكر كل الابطال الحقيقه اللي شرفوني ولقوا دعوه. الحقيقه مش متخيل انه هذا العدد الكبير من الابطال سوف يلبي هذه الدعوه لي ليلة. لكن خلونا ننتظر، اعتقد ان الكلام جميل وكلام جديد على حضراتكم يعني. فكل الشكر والتقدير لكل بطل بذل نقطه عرق او نقطه دم او شهيد ضحى بروحه او جريح ضحى باصابته في سبيل هذا الوطن العزيز. الحقيقه انه هذا الوطن يستحق ان احنا بالفعل ان احنا نضحي من اجله، وهذا الوطن يستحق كثير جدا 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 الحقيقه. لكن للاسف شهيد بعض الذين يعيشون في هذا الوطن لا يعرفون قيمه هذا الوطن للاسف شهيد. اللي احمد صليح اتفضل. انا والله عارف بس يعني حاضر انا طبعا بتكلم. شوفوا السمو والرفعه والرقي بتاع الشهداء كلهم شكلهم زي الرسل زي الانبياء كلهم مشهد. طب انا قلت لبيتك قبل ما ياخد الوقت منك هيجيب لكم الورق. يا جماعه بما اننا اتكلمنا على المراه الام والست المصريه، فمش بس كانت ام الشهيد ولا زوج الشهيد، الام المصريه والست المصريه موجوده معانا دلوقتي ومعانا احداهن هي موجوده وما زالت بتحارب مع زوجها وبتكافح معاه حتى بعد الحروب وبعد الثبات. استاذه امل الوردي منوره الدنيا كلها، تحياتي. تيتي شاري الأسرة الأولى أم أحمص كاموس وأحمص كاموس سكن الرابع جوزها مات، أحمص سكن كاموس مسك واستشهد برضه بعد أبوه بسنة، ثم جه أحمص كان 12 سنة، من 12 ل 18 ست سنين بتقود الجيش المصري ضد الغزاة من الهكسوس. الهكسوس مراتني تيتي شيري، تيتي يعني مؤقتة، شيري يعني العزيزة، مرات المحبوبة، ني خلي لبسك نيت اند كلين يعني محبك، يبقى المحبوبة المحبوكة، خنت كاوس حتشبسوت، كلمة تشيبس بالإيطالي يعني أميرة جاية من حتشبسوت، لما كليوباترا اتجوزت جوليوس سيزر خد كلمة حات يعني بري يعني في المقدمة، تشيبس أميرة، أوت هن الأميرة في مقدمتهن، هو خد تشيبس أميرة بقى بري يعني قبل الأميرات، برينشي باس بالإيطالي، جه منها برنسس برنسس من الفرعونيه، من الفرعونيه. كليوباترا قادت العالم، ما كانش في الامريكتين ولا استراليا، قادت العالم لانها جوزت جوليوس سيزر وخلفت منه قيصرون، وانا فرقت ثقف قيصرون حكم 17 سنه. احمد بيها كده في الطريق الى اكتوبر كده، في الطريق الى 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 مصر القديمه كده. معلش دور المرأة، دور المرأة انها اتسمت كلمة أميرة تسمت على اسم حتشبسوت تشيبس برينشي باس، وأنا في ثقافة إيطاليا كانوا يعوزوا ينقشوني يعكسوني، يقول يا ابن المصرية اللي حكمتها 17 سنة، ابن المصرية اللي حكمت، لأن قيصرون ابنها حكم روما. الكلمة اللي عايز أقولها حاجة مختلفة عن الكلمات اللي اتقالت لي، أنا مش هقدر أزيد عن وجود الأبطال وأستاذي العظيم وأساتذتي وهكذا. طبعا انا بنتي في فرنسا كانت بتنشر قصص وهي في السربون، صور وقصص سيره اللواء معتز الشرقاوي في مجله الحرب، بقت السربون تنشر على كتير وجورنال دو فرانس قصص وصور، خمس سنين وهي بتدرس في السربون ابنتي. هقول ناحيه حاجه لن تتكرر بقالنا 51 سنه، حتة جديدة خالص لمدة دقيقتين. النبل والبسالة بتاعت الجيش المصري. النبل تحطه ستات، افتحها بابل وأشور العراق وإيران
جاب النبلاء اولاد النبلاء علموا في الكليه الحربيه جوزهم البنات مصريات رجعوا خاضوا بدون قلق وبدون تمرد كل المقاطعات تبع مصر. رمسيس وهو محاصر الهيتا تايش والحيثيين تركيا احتلوا تركيا كلها ونص اسطنبول. لو دخل العاصمه الستات والبنات هيموتوا وخمس قوات. راح عمل اول صلح في العالم قادش قادش ووفر خمس قوات يموت واتجوز بنت الملك واحتلنا تركيا. اخر حاجه تهنما بالقضاء العظام جه ظابط مصري احتل البلاعين واستعمرت البترول اقتحمتها واحتلتها. على الباب لقيت بنات واطفال وسيدات ست عربيات فيهم حوالي 100 طبعا في تحت الارض ملاعب سكواش وبيوتي سنترز وبتاع ليهم زوجات المهندسين البترول. لو ضربت الفرطاس هيتحرق. قعدت اشاور لهم اخرجوا مش مصدقين. نص ساعه اسحب لغايه لما وصلت عندهم طلعت صلاه في الهواء وخرجتهم. ضربت المستعمره حرقتها واحتلتها. اللي عايز اقوله ان بسالك ونبل القوات المصريه ما اكلناش البنات والاطفال اللي موجودين في المستعمره اللي احتلتها.